تفضل يا مولانا. بسم الله بسم الله بيبقى. Alors bonjour tout le monde, je m'excuse beaucoup parce que il y a à peu près 35 ans que je n'ai pas parlé la langue française. Je suis un jésuitien, un ancien élève de jésuite, mais c'est trop difficile pour moi pour donner des lectures en langue française, spécialement que toute ma vie j'ai parlé en langue arabe. Alors je vais essayer de parler un très simple arabe, et franco-arabe parfois, et un peu d'anglais, mais... Non, pas l'anglais. Vous ne comprenez pas l'anglais. Voilà. Vous comprenez l'anglais. Mais non, voilà. J'ai un peu d'allemand. Bon, un peu de chinois, il y a une collumation. هو اللكتور بتاعت النهاردة هتبقى عن الpersonality, عن الشخصية, وإزاي كل واحد فينا لازم يكتشف نوع شخصيته. How to discover your personality. إزاي تكتشف, تفهم أنت مين. ده هدف المحاضرة النهاردة. الجزء الثاني من المحاضرة بتاع بعد الظهر هتكلم ازاي تطور, تعمل amélioration لشخصيتك وتكتشف عيوبك وإيجابياتك وتحسن استخدامها في حياتك اليومية. فالمحاضرة دي مهمة, أنا شايف إنها واحدة من أهم المحاضرات اللي لازم نسمعها في أول حياتنا, لأنه في محاضرات كده في الدنيا اسمها global, حاجة عامة, محاضرة تهم كل الناس في كل حتة في كل موضوع. من غير الشخصية, من غير ما تفهم انت مين, مش هتعرف تعمل اي حاجة. يعني لا هتعرف تشتغل مثلا, مش هتعرف تعمل اصحاب, مش هتعرف تختار الكارير بتاعك في المستقبل, مش هتعرف تبقى خادم حتى لو عاوز تبقى خادم, مش هتعرف تتجوز, ربنا يديكوا الصحة ان شاء الله وتتجوزوا جميعا ان شاء الله. ازاي تختار, احنا عندنا شغل حاجة بنعملها عندنا في مصر, حاجة جديدة بنعملها وان شاء الله تبقوا تتعلموها دي, ازاي الواحد يعمل ماتشنج للبرسوناليتي اللي هيتجوزها, ازاي تعرف تختار شريك حياتك. فمش ممكن هتعرف تنفع ولا ما تنفعش, لانه عادة الناس مش بتتجوز كل الناس, مش هينفع. يمكن هنجيب سيرة الكلام ده, في اتنين ما ينفعوش يتجوزوا اصلا, وفي اتنين لو اتجوزوا يساعدوا بعض. ولو خدت الاتنين اللي ما ينفعوش يتجوزوا اديتهم الاتنين ما ينفعوش يتجوزوا يبقوا اسعد. لو عملت تبديل وتوافي, يعني شلت ده من ده حطيت ده على ده, يعني لو الاتنين دول ما ينفعوش والاتنين دول ما ينفعوش, فخدت ا مع س وب مع د ينفع, لكن لو عملت العكس ما ينفعوش. في حاجه اسمها تبادل صفات, في صفات ما تتقابلش, حاجه بيسموها ماتشنج لايك كيمستري. عارفين الكيمياء, لو حطيت حاجات لايك زي الويل الو, لو حطيت ميه على زيت ما يختلطوش, ما يحصلش بينهم ميكسينج, لكن لو حطيت سكر على كلو هيدوبوا في بعض. ففي ناس بعيد عنك عاملين زي الزيت والميه, وفي ناس عاملين زي السكر والميه, وفي ناس عاملين زي النار والبنزين ما ينفعوش ده يعني هيولعوا anyway. فالمهم انت لازم تعرف انت سكر ولا هتتجوزها ميه ولا انت نهار ابيض بنزين. يعني لازم نبقى فاهمين هنعمل ايه, فاهمين السيناريو. وبالتالي موضوع البيرسوناليتي دي حاجه مهمه جدا, دي حاجه اسمها جلوبال توك. وانا كنت اتمنى انه في يوم من الايام حتى عندنا في الجامعه, باعتباري استاذ في الجامعه, ان احنا ندخل المنهج ده. انا بحاول ازقه على قد ما اقدر في كل المحاضرات, بحيث انه الناس من بدري, يعني الكلام ده كان لازم تسمعوه مثلا زي من 5 ans مثلا ولا 6 ans وانت بتختار شو. هلا مفيش فشل ان شاء الله, كله هيبقى كويس. يعني ان شاء الله نحاول كان لازم تسمعه من بدري وانت بتختار مثلا الكارير بتاعك, تختار هتبقى مثلا دكتور ولا مهندس, هل تنفع دكتور ولا ما تنفعش. في ناس ما ينفعش اساسا تشتغل في اي حاجه, ينفع يحطوها في اوضه ولا يخلوا لها الاكل من تحت الباب, ده ما ينفعش. هو ما ينفعش يتعامل مع بشر, ينفع يتعامل مع حيطان وورق بس, لانه اول ما تحطه في سوشياليزيشن لما يبقى مع بيبل, مع ناس, ما يعرفش, لانه ما اتعلمش يتعامل مع الناس. وفي واحد لو حطيته في اوضه مقفوله ممكن يموت, لانه هو حياته ناس. كل ده هنعرفه في الموضوع ده. هتعرف تقرا عربي طبعا,
أكيد أكيد مش شوية 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 شوية. الفكرة كلها كل يوم ملخص ده إن الكلمة الكبيرة هنا لوغوس اللي هي سكري ميستير، إنه الناس اللي بيسانسون دي ميستير دول لوغوس. لكن بنهاية المحاضرة هنكتشف إنه هو مش لغز ولا حاجة، هو مش مستير ولا حاجة. إذا فهمت نفسك وفهمت الناس هتعرف تتعامل مع كل واحد. فإحنا الدراسة دي كلها إن خلال الكام ساعة اللي هنقعدهم مع بعض ونكمبروندر، فاهم؟ كل واحد هيفهم التاني، هيعمل فهم عميق للتاني، بالتالي هيعرف يتعامل مع كل واحد. السؤال المهم ده اللي احنا بنقوله باختصار، انه الناس ما هماش الغاز ولكنهم مختلفين. They are different. احنا كلنا نسون ديفران، بس كل واحد دايما بيبقى صديق نفسه. انا صاحب نفسي، فاهم نفسي، انا عايش مع نفسي ومتخيل ان الناس copy and paste مني. وبالتالي ما بقعد مع حد بتهيالي انه الشخص الاخر يا يبقى انا يا ما ينفعش، فبتعامل معاه من حتتي انا، من ارضي انا. الفكره كلها انك لازم تفهم التاني زي ما هو، وبالتالي تعرف تتعامل معاه. تدوها ديكوفرير لكلي، هي دي بالظبط القصه بتاعتنا، مفاتيح الناس كل واحد له مفتاح تعرف تفتحه بيه. لكم حاجه لذيذه قوي قبل ما ابتدي، يعني حد يعرف ايه هو تعريف الغباء؟ كلي لا ستوبيديتي. حد يعرف تعريف الغباء؟ الغباء له تعريف طبي. من الحاجات اللي انا بدي محاضره كامله في كليه الطب عن الغباء، طبعا مش هديها لكم دلوقتي، هسيبكم انتم يعني تستنتجوها. لو ما جاوبتوش على السؤال ده هتبقى دي اول الطريق لفهم الغباء. ما هو تعريف الغباء؟ حد يعرف تعريف الغباء؟ الغباء له تعريف طبي، هقولها لكم بالانجليزي وترجمه، وانا اقولها لكم بالعربي بقى نحاول ترجمها بالفرنساوي. stupidity means doing the same thing twice waiting for different result. انك تعمل نفس الحاجه مرتين مستني نتائج مختلفه. واضحه؟ انك تعمل الحاجه مرتين مستني دي ديفيرون ريزولتا، فير لا ميم شوز دو فوا اي اتوندي دو ديفيرون ريزولتا. ده بالظبط تعريف الغباء. في الشخصيه في حاجه اسمها تعريف الغباء. ما هو الغباء الشخصي؟ مش بتكلم على فكره على الغباء العلمي، يعني ممكن واحد يبقى ذكي جدا جدا على المستوى العلمي، يعني تحطه مع كتاب. لو انا بامتحن طالب في كليه الطب ممكن اقول له انت ناجح وبامتياز، لكن لو خدت نفس الطالب حطيته في عياده هيفشل بامتياز. ليه؟ لانه في العياده مش بس هو مش علم، هو كمان ايه؟ علاقات. فممكن واحد يبقى شاطر قوي في الدراسه لكن فاشل جدا في العلاقات. نفس الكلام في واحد يبقى شاطر جدا في علاقته بربنا، لو حطيته مع الانجيل يقرا يصلي، حطه وسط الناس في الخدمه يفشل. وده اللي هتكلم عليه حالا في الفكره اللي جايه دي. عملوا ده ملخص المحاضره اللي انا هقولها، اللي هي ان انا افهم نفسي، ان انا اقدر نفسي، ان انا اطور نفسي. دي هنتكلم عليها بالتفصيل فمش هشغلكم بيها، بس الفكره الاولانيه عاوز اتكلم عليها دلوقتي. هسيب لكم سؤال، اون سامبل كيستيون. فكر كويس، مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم كل يوم؟ يعني وانت قاعد معايا كده اسال نفسك مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم بشكل يومي؟ On daily basis. مين الناس اللي بتقابلهم كل يوم كتير؟ يا ترى هم، لو حد متجوز ان شاء الله قريب شريك حياتي اللي هو زوج او زوجه او اولادي لو عندي اولاد او اصدقائي طبعا. وممكن وانت بتفكر دلوقتي تسال نفسك مين اكتر اتنين تلاته اصحابك في المؤتمر؟ يعني عينيك وسرحت كده
مين اكتر اثنين ثلاثة اصحابك في اي وقت؟ اديها على قفاها ايوه برافو. تاني اخبطيها على كتفها. مين تاني اصحابنا؟ كل واحد يفكر في اثنين ثلاثة بتعامل معاهم. وممكن اسأل نفسي ليه دول اللي بتعامل معاهم؟ وليه في ناس ما بعرفش اتعامل معاها؟ يعني في ممكن واحنا قاعدين نلاقي ان في ناس انتيم، في ناس قريبة قوي من بعض، ليه عرفنا نتعامل مع بعض؟ في ناس ما بتتعاملش، ومع ان في ناس ما بتعاملش معاهم، اللي ما بتعاملش معاهم بيتعاملوا مع ناس تانيين. فاصدقائي او الناس اللي معايا في الشغل في العمل، اذا كنت بشتغل اصدقائي في العمل او اخرين others ناس تانيين. مين من دول فكر كده وانت قاعد معايا، مين اكتر ناس ومين اكتر ناس تتمنى تنجح معاهم بعد المحاضره؟ يعني بعد ما تسمع المحاضره دي، هل في ناس تتمنى، هل تتمنى تكون اصدقاء اكتر او اصحاب ليك في الشغل اكتر او ناس تانية تتمنى تتعرف عليها اكتر، او لما هتختار شريك حياتك او يبقى عندك اولاد، هل دي اكتر انسان او اكتر انسان هتتعامل معاه؟ دي فكره المحاضره. السؤال دلوقتي اللي هنسأله لبعض، ده اللي هنتكلم عليه، ازاي تنمي مهاراتك، how to sharpen your people skills module. انت هو c'est moi ici les autres، وده الهدف purpose الجول. فدي الثلاثية اللي احنا هنتكلم عليها طول المحاضرة. هقلب السلايد بسرعة وهسأل سؤال. هسألكم سؤال قبل السلايد ده يا جماعة. عملوا دراسة في جامعة ستانفورد، ودي واحدة من أشهر جامعات USA، على النجاح في العمل. نجاح في العمل، عملوا دراسة. الدراسة دي تقريبا استغرقت حوالي أربع سنين بيعملوا دراسة. جابوا different groups of people ودخلوهم في أعمال مختلفة، وابتدوا يعملوا follow up للناس دول، شوفوا الناس دي هتنجح في العمل وبأنهي درجة، ابتدوا يحطوا تقييم للكلام ده. وعملوا بعد الدراسة questionnaire، أسئلة بيسألوا الناس دي نجحت في العمل إزاي، وكان عندهم سؤالين كبار قوي قوي قوي، two big questions، سؤالين كبار قوي. ايه البرسنت، ايه البورسنتاج بين السكيلز اوف ورك والبيبل كوميونيكيشن؟ يعني لو انا افترضت انه النجاح 100% كام في الميه سكيلز كوميونيكيشن، شطاره في العلاقات بالبشر، وكام في الميه تكنيكس، شطاره فيا، ماي اون سكيلز، شطارتي انا؟ السؤال واضح؟ تاني، يعني انا عندي تارجت هو ان الناس ده نجح، انا جبت مدير في شغل، دكتور في مستشفى، مهندس في مصنع، وشفت نجح، سالت بقى، عملت الكويستيونير دي وسالت الناس اللي حواليه، نسبه النجاح بين البشر بين الشخصيات دي كام بيرسنت تكنيكال سكيلز، يعني هو مهندس شاطر عنده كريديتس في الشغل بتاعته، وكام بيرسنت كوميونيكيشن سكيلز، علاقات بالاخرين؟ النتيجة المذهلة هي الآتي. إيه رأيكم في الـ 15% دول يبقوا إيه؟ Communication skills ولا technical skills؟ Technical skills، برافو عليكم. و 85% others، relation with others. تقدر تفهم من هنا إنه لو افترضنا مثلاً إنك أنت جبت 15% في شطارتك في الشغل، وعندك 85% communication skill، هتجيب 100%، هتبقى انجح مدير وانجح دكتور. مش محتاج انا منك غير 15، تخيلوا رقم غريب جدا. احنا ما كناش فاهمين انه العلاقه بالناس ممكن تنجح اوتيل، ممكن تنجح مصنع، ممكن تنجح كنيسه. مش ممكن واحد يكون بيصلي كويس قوي قوي قوي، كل الصلاه بتاعك وقرايه الكتاب والترانيم 15%، لكن 85% ريلاسيون، شطاره في العلاقه. ممكن الاجتماع المؤتمر ده كله ينجح،
مش عشان بس الترنيم كويس، لكن عشان الشخص اللي بينظم المؤتمر عنده رلاسيون ممتازة بيكم، بيعرف يضحك ويرحب ويستنى وينظم، مش كده؟ الكلام ده مهم قوي يا جماعة. كل واحد هيعمل أي حاجة في الدنيا أقدر. كنت بعمل بقرة من فترة كده دراسة لطيفة عن الضحك. في على فكرة دراسات، في دلوقتي برانش في الطب النفسي اسمه The Psychology of Love، السايكولوجي بتاع الضحك، علم نفس الضحك اسمه كده، بيجيبوا ناس خلوها تضحك ويشوفوا بيضحكوا ليه. تمام؟ أسألكوا سؤال، تعرفوا ايه اكتر حاجة بتخلي بني ادم يضحك؟ ايه اكتر حاجة تخليك تضحك؟ تخيلوا كده دراسات اتعملت. عايز اقول لكم الدراسات دي استغرقت سنين، دي حاجة مش سهلة. يعني في ناس كانت بتنزل زي الاخ ده بفيديو وينزلوا في الشارع يصوروا الناس وهي بتضحك، وبعدين يروحوا يعملوا اناليز ويشوفوا الناس كانت بتضحك ليه. تمام؟ وبعدين ينزلوا بالفيديو ويسألوا كل واحد ويقولوا له حاجات، بيقولوا له من فضلك اضحك ويقعدوا يصوروا. تجربه، تخيلوا تجربه، واحد يصور كده ينزل في الشارع وماسك فيديو يقول له ايه من فضلكم يا جماعه اضحكوا، وبعدين يشوف الريسبونس ويروح ويكتب الايه الريبورتس، وينزل تاني يوم يمشي في الشارع. تخيلوا بقى واحد جاي من بره بلاش انا عشان ما تضحكوش عليا، وينزل وسطيكم كلكم تضحكوا، وبعدين يصور ويكتب ريبورتس. لو ان الناس لما بتضحك عارفين بتضحك ايه، as simple as، لسبب بسيط قوي، انها بتضحك عشان تضحك في وجود ناس. يعني مفيش مسبب للضحك في الدنيا، مفيش سبب للضحك غير ان في ناس حواليا. بدليل النهارده انا لو قلت لك نكته، اول حاجه بتفكر فيها ايه بعد النكته؟ انك تقولها لواحد. فلما تقولها له انت نفسك تقولها له عشان هو ايه يضحك، وانت تضحك على ضحكه. فاهمين قصدي ازاي؟ فلاقوا انه حتى الضحك، حتى الحاجة اللي بتبهج الناس محتاجة ناس. يعني ما ينفعش تقعد تضحك لوحدك. يعني لو انا زغزغتك هتضحك، لكن لو انت زغزغت نفسك مش هتضحك. لو حد قال لك نكتة، لو انت قاعد بتقرأ نكتة لوحدك نادرا ما هتضحك، لكن لو حد قالها لك في وسط ناس وشفت الرياكسيون على عينيه وعلى وشه هتضحك. فحتى الضحك اللي هو الحاجة الرائعة اللي في حياتنا مرتبطة بوجود الناس. دي الثلاثية المهمة، انه 15% 15% بس skills و 85% skills with others. دي الدراسة اللي اتعملت، 15% of the reason you get a job, keep a job and move ahead in that job is determined by your technical skill. 15% only technical skills regardless of your profession. 15% فقط technical skills بغض النظر عن انت بتشتغل ايه. And 85% has to do with your people skill. يبقى في profession skill, people skills and people knowledge. How to discover people, how to build skills with people. دي بالضبط اللي بتحدد شطارتك. وبالتالي المحاضرة دي عايزين انتباه، لانه بناء على فهمك للمحاضرة دي هتبقى شخص ناجح، هتعرف ازاي تنجح في علاقتك بالآخر. ده ملخص الكلام تاني بس بلغتين، اللي هو 15% و 85%. هنتكلم دلوقتي على المحاضرة بتاعتنا. نتكلم بقى على البيرسوناليتي او بيرسوناليتي، الشخصية. حاجة احب ابتدي بيها يا جماعة، ان كلمة شخصية بيرسوناليتي جاية من ديفينيشن قديم قوي اسمه بيرسونا. بيرسوناليتي شخصية، بيرسوناليتي جاية من جريك وورد قديم قوي اسمه بيرسونا. بيرسونا يعني ماسك، يعني القناع. ماسك كان زمان الناس الاكتورز الممثلين لزاكتور
كانوا بيلبسوا ماسك مش زي دلوقتي بيحطوا كولور على وشهم، لكن زمان كانوا بيلبسوا ماسك وينزل يمثل وبعد ما يخلص يشيل الماسك يرمي. ولأنه لما كان بيلبس ماسك كنت بتشوف شخص آخر، إنسان آخر، خدوا الاسم القديم ده وسموه بيرسونا وأطلقوه على كلمة بيرسوناليتي. الغريب أن الكلمة دي جت في الكتاب المقدس، سموه لا إكزيست دون لبيب. كلمة بيرسونا دي موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في إنجيل متى ماثيو شابيتر 23. لو قريتوا إنجيل متى 23 ليز إيبوكريت، انتوا عارفين المسيح كان بيقول على الإيبوكريت على مين؟ مين؟ على الكتبة والفريسي. كلمة إيبوكريت معناها ممثلين، دول ناس بيمثلوا، ليز إيبوكريت سون ليز أكتور. ودي الكلمة اللي موجودة في الكتاب. ليه بقى يا جماعة؟ لأن هم كانوا عندهم دوبل بيرسوناليتي، قدام الناس ليهم شكل وفي الحقيقة هم شكل تاني. فعشان كده كان بيقول this is the way you appear، ده الطريقة اللي انت بتبان بيها من الناس. ولكن هل يا ترى اللي انت بتبان بيه للناس هو ده اللي انت فيه؟ دي قصة البيرسوناليتي. ده الإيبوكريت، ده الفيرس اللي جه موجود في إنجيل معلمنا متى، اللي هو هذا الشعب يكرمني بشفتين أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. في على فكرة متدينين كتير قوي في الكنيسة لهم شكلين، خش الكنيسة يصلي ويصوم ويقرأ في الكتاب، وأول ما يطلع من الكنيسة يبقى شكل آخر. عشان كده في فرق بين الشخصية دي والشخصية. المهم الشخصية. طيب إذا خلصت الكلام، ما هي الشخصية؟ ديفينيشن بتاعت الشخصية، ده الموضوع اللي بنتكلم عليه، هو إنه اللي جواك what is in should be exactly as what is out. اللي جواك زي اللي براك، اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. انت مين؟ وعلى فكرة بعد المحاضرة، بعد ما نخلص المحاضرة لازم تسأل نفسك انا مين؟ مش انا مين قدام الناس، انا مين في حقيقتي. يعني انا هستعرض معاكم دلوقتي types of personality. طول ما انت بتسمعني ما تقولش انا مين قدام الناس، انا مين جوه نفسي. يعني واحدة من الشروط لتحليل الشخصية انك وانت بتعمل personality analysis تسأل نفسك هل انا كده لوحدي ولا ببقى كده قدام الناس، عشان اعرف احلل نفسي بطريقة مظبوطة. طيب هنتكلم على كلمتين دلوقتي مهمين في تعريف البرسوناليتي. اول حاجة قلناها في البرسوناليتي انه what's inside should be exactly like what is outside، اللي جوه زي اللي بره. تاني كلمة هنقولها في البرسوناليتي انه البرسوناليتي is the interaction of two words temperament و character. temperament بالعربي يعني the inborn character، الطبع الموروث اللي بنتولد بيه. حاجة غريبة قوي يا جماعة انه جزء من شخصيتك انت بتتولد بيه، اسمها inborn character، وجزء من شخصيتك هو اللي بتكتسبه طول ما انت عايش، اسمها acquired character. والانتراكشن بين الاثنين هي الحتة الحمراء دي اللي اسمها personality. يبقى كل واحد فينا فيه حتتين، حاجة مولود بيها مش بتتغير، بتتطور. الفرق بين بتغير وبتطور؟ حد يعرف؟ يعني لو انا مولود هادي مثلا، انا شخص هادي هعيش طول عمري هادي، انما هطور الهدوء بتاعي بحيث يبقى افكتيف. ما ينفعش واحد يبقى هادي يتعفرت يبقى هايبر، ما ينفعش. ولا واحد يبقى مهايبر يبقى هادي، ما ينفعش. هو مولود كده وهيعيش كده. لكن I can use my character، أقدر أستخدم النشاط الزيادة في حاجة حلوة، وأقدر أستخدم الهدوء في حاجة حلوة. إحنا هنتكلم على ده دلوقتي، بس أقول الكلام ده ليه من الأول عشان ما حدش يقول دلوقتي وأنا بسمع المحاضرة I'm going to choose. سوني باش وزير، هو مش بختار، أنا بكتشف. I'm going to discover، I'm not choosing my personality. يعني مش واحد قاعد كده تعجبه شخصية يقول الله أنا هبقى كده، لا. أنت كده، أنت مولود كده وهتعيش كده وان شاء الله هتموت كده. انما السؤال وانا كده اعمل ايه؟ اقدر اتطور، اقدر استخدم، عشان ما حدش يبقى زعلان يقول انا ربنا خلاني كده. خلاص ده الانبورنا كارك، هتكلم عليه حاجه.
في حاجات تانية بالإضافة للإنبورن كاركترز دي اسمها acquired، يعني مكتسبة، يعني أضيفت عليا في حياتي بسبب أصحابي زي ما هقول بعد شوية والمدرسة والبيت وغيره. تعالوا الأول نتكلم على التمبرمنتس اللي هي الطبع اللي هي الإنبورن كاركترز. العامل الرئيسي هنا جينز. حد فيكم يدرس طب؟ شبه حد كلكم هندسة؟ زراعة؟ طب؟ طب؟ واحدة بس بتدرس طب؟ سمع؟ أشوف إيدين عالية من فضلكم يا جماعة؟ طب اتنين بس. حد ستة؟ حد بيدرس بيولوجي؟ درستوا بيولوجي؟ أوكي، عارفين كلمة جينز؟ What's genes؟ اللي هي بيسموها ما خدتوش جينز. الجينز اللي هي الكاركترز اللي بنتولد بيها اللي موجودة على الكروموسومز بتاعتنا. ينو كروموسومز؟ كل واحد فينا مولود، كل واحد فينا مولود عنده صفات وراثية موروث بيها، مولود بالصفات دي. زي بالظبط لون عينيك، زي لون بشرتك، زي صفات في جسدك، زي بعض الأمراض بنبقى مولودين عندنا حاجات وراثية، مثلا لك دايابيتس، للسكر، في أمراض وراثية. اكتشفوا ان صفاتك انك تبقى هادي، انك تبقى متسرع، انك تبقى مندفع، انك تبقى قيادي، انك تبقى طيب، انك تبقى اجريسيف، كلها جينز. وبالمناسبه دلوقتي في زي ثوره ريفولوشن في العالم انهم يدرسوا جينز في البني ادم. يو نو ان كل واحد فينا فيه 1 بليون جين. كل واحد فينا عنده مليار جين، 1 بليون جينز. لغايه اللحظه دي اكتشفنا فقط من ال 1 بليون لايك 940 الف بس، وبقيه ال 1 بليون بنحاول نكتشفه ان شاء الله خلال ال 500 سنه الجايين هنكتشف الجينز دي. انا شخصيا ما تمناش ان اعيش لليوم اللي يبقى فيه حاجه اسمها خريطه الجينز. انا متخيل انه هيجي يوم في الايام انت هتروح تطلع بطاقه، فوانت بتطلع بطاقه هيكتبوا لك على البطاقه الجينز بتاعتك، فيبقى مكتوب في الجينز انه مثلا بعد 15 سنه هيجي لك سكر، وبعد 17 سنه مفاصلك هتتكسر، وبعد 18 سنه هيجي لك المرض اللي تخيل انك انت يبقى معاك بطاقه كده. تحبه كده ولا بلاش تيجي يعني على مهلها او ما تجيش؟ تخيل انك انت you're going to discover your future on the genes، مكتوب على الجينز التفاصيل بتاعت حياه كل بني ادم. فطبعا الكلام ده هيحصل ومش هيحصل الله اعلم، بس هم بيفكروا ان هم يعملوا زي بروفايل، زي البلاد اناليسيس، زي انت لما بتروح المعمل تعمل بلاد بيكتشر ويكتبوا لك انك انت عندك كرات الدم الحمراء او البيضاء، او تعمل ليفر اناليسيس او شوجر اناليسيس، هيعملوا حاجه اسمها جين اناليسيس، بحيث اقدر ابص للجين اقول ان هذا البني ادم هيجي له هذه الامراض. الحمد لله ان احنا مش عارفين، لانه لو ده اتعرف كلنا هنعيش خايفين بقيه عمرنا. انما المهم انهم اكتشفوا انك انت بتبقى موجود عندك جينز، والجينز دي بتحدد نوع شخصيتك. وزي ما هتكلم بعد شويه ان في اربع انواع من الشخصيات، كل واحد فينا عنده جين بيقول هو مولود ازاي. دي النقطه الاولانيه. زمان كان عندنا في مصر مثل، ما اعرفش فاكرين المثل ده، ولا بيقول لك اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. هيجي وان داي هيبقى المثل هيتغير، هيبقى اللي مكتوب على الجين لازم تشوفه العين، لانه الجينز دي اللي بيتكتب عليها كل الايه الفيوتشر بتاعك. حاجه تانية بقى انه في حاجه اسمها الاكوايرد كاركتر، صفات المكتسبه اللي بنكتسبها طول ما احنا عايشين، اثناء الطفوله ان تشايلدهود، من البيت، من المدرسه، بنكتسب صفات من اصحابنا، من الكنيسه، من العلاقه بالله. كل دي صفات بنكتسبها طول ما احنا عايشين. يبقى في acquired character في البيت، في المدرسة، من الأصحاب، من الكنيسة، من علاقتنا بالله، تتحط جنب الـ inborn genes يطلع what we call personality. طبعا الماتشنج ده بيطلع billions of possibilities، بلايين الاحتمالات، زي أرقام التليفونات بالظبط. أنا عندي من واحد لصفر وفي billions of phone numbers، فنتيجة الرياكشنز اللي تحصل دي أقدر أقول إن كل واحد فينا عنده سبيشال كاركتر. حاجة مهمة أوي عاوز أقولها هنا يا جماعة، بس قبل ما أنقل الحتة دي بس، فريندز، كنت بقولها إمبارح في الاجتماع وهقولها لكم كذا مرة، خلي بالك من أصحابك، لأنه الكاركترز اللي هتاخدها من أصحابك
هتلزق في طبعك، هتكون بيرسوناليتي هتعيش بيها طول عمرك. Take care of your friends. عشان كده بصوا يا جماعه الايه الجميله اللي قالها معلمنا بولس لتيموساوس لما بيقول له وهو صغير، بيكلم تيموساوس بيقول له الايمان الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وامك افنيكي. I call to remembrance the genuine faith that is in you which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice. انه تيموساوس لما كان صغير كان متعلم الايمان، فبقى جزء من حياته انه بقى انسان تقي، تعلمه من جدته، تعلمه من امه. الحاجة التانية برضو مهمة قوي، do not be deceived. كورنثوس الاولى 15، evil company corrupts good habits. المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. حد فيكم قرا المزمور الاول؟ اول مزمور فاكرينه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، طريق الخطاة لم يقف، مجلس المستهزئين لم يجلس. أول مزمور مكتوب، أول مزمور مكتوب كتبه داود اتكلم عن الأصحاب. أنا كنت أتخيل إن المزمور الأول هيتكلم عن الصلاة، عن التسبيح، عن الترنيم، لكن المزمور الأول يتكلم عن الأصحاب، ده مهم خالص. فكأن الكتاب عاوز يقول لنا خلي بالكم من أصحابكم. الصديق ممكن يأثر تماما على الكاركتر بتاعك وبالتالي يأثر على البيرسوناليتي بتاعك. طيب اذا احنا دلوقتي هنخش في المحاضره بقى على طول. الكلام المهم بقى احنا we are going to discover our personality. discover هنكتشف، وزلوم ديكوفرير، هنقبل acceptance، هنقبل مش هنختار. مفيش ابدا في الكلمه دي شوازير، في ديكوفرير، في فرق بين اكتشف وبين اختار. احنا مش هنختار، احنا واحنا بنسمع دلوقتي هنكتشف احنا مين، وبعدين بعد ما نعرف احنا مين لازم نقبل. ما حدش يقول لي شخصيه زميلي احسن من شخصيه، كل شخصيه ربنا خلقها ليها صفات رائعه. هنقبل وبعدين هنعمل ايه؟ نزلو اميليوري، هنمبروف، هنطور الشخصيه عشان الشغل، عشان الزواج، عشان الاصحاب اللي احنا قلنا عليها من شويه. كام في الميه يا جماعه ده؟ كام في الميه من حياتنا؟ 85% من حياتنا مجموعة علاقة. نيجي بقى على البيرسوناليتي تايبس، انواع الشخصية. احنا انهي نوع من الشخصيات؟ بصوا يا جماعة، اول 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 ما كانوا يتكلموا عن البيرسوناليتي الناحية اليمين دي، المجموعات الاربعة دول اللي هي مكتوبة بالالوان احمر واصفر واسود وابيض، المجموعة دي اول واحد في الدنيا اتكلم عن البيرسوناليتيز كانوا بيسموه ذا فادر اوف ميديسن، ابو الطب، كان واحد اسمه ابو قراط. الكلام ده 400 سنه قبل الميلاد، 400 سنه قبل الميلاد. كان ابو قراط ده بيقول ان الشخصيات دي اربع انواع، وكان على قد فهمه في الوقت ده مسميها اسماء غريبه شويه، اسماء شكلها غريب. سانجوين، كوليريك، ميلانكوليك، فليجماتيك، دي الاسامي بتاعت زمان. سانجوين من سان، عارفين يعني ايه سانجوين؟ بالعربي يعني دموي، لان هو كان بيتهيأ له ان البني ادم السانجوين كل الجسم بتاعه سان، دم، مش دم بالمعنى الوحش، بمعنى ان هو تريز اكتيف، يعني نشيط قوي زي الدم ما بيلف، اللي هي الشخصية الاجتماعية النشيطة الضحوكة اللي ليها أصحاب كتير، فكان مسميها سانجوين. تمام؟ النوع الثاني كان مسميه كوليريك. وكلمة كوليريك هنا معرفش دي كلمة طبية شوية، نوع من السوائل من الليكيد لونها أصفر موجودة في جسمنا بتخلي البني آدم حاد، شارب، ليدر، كنترولر، ديكتاتور، متسلط. فكان بيقول عليه كوليريك.
ها كولاري. طبعا وانا بتكلم غالبا دماغك هتسرح في ناس، مين ده ومين ده؟ ممكن يكون بابا، ممكن تكون ماما، ممكن يكون المدرس، ممكن يكون خادم مدارس الاحد. انمي ميلانكوليك، ميلانكوليك اللي هو البلاك اللي هو لونه ده، كان بيتخيل ابوقراط في 400 سنه قبل الميلاد انه البني ادم ده جواه ليكيد نوار سائل اسود بتخليه دايما حزين ومتضايق وتعيس حساس وزعلان، ميلانكوليك. وبالعربي جت منها كلمة مشهورة قوي عندنا في مصر اسمها مناخوليا. هل سمعتوا الاسم ده قبل كده؟ ميلانكوليك، ميلانكولي، يعني ده كلمة معناها ان هو اقرب ما يكون الى انه متقلب المزاج، بلاش متقلب المزاج، عنده حاجة اسمها مود ديس اوردر، مود انستابيليتي، متقلب المزاج، حزين مبسوط، حزين مبسوط، وغالبا حزين عشان لما بيبسط بينبسط بيتضايق، فيحب يبقى حزين عشان ما يرجعش يبسط. النوع الاخير اللي هو الفليجما. الفليجما ده فك، حاجة سميكة، سيتان ليكيد بلان، حاجة سميكة بتمشي في جسمه وبتمشي بشويش بتخليه هادي هادي بطيء، لو رياكشن، فسموه فليجماتيك. دي الاسامي القديمه اللي كان ابو قراط بيطلقها زمان على الشخصيه. بعد ابو قراط جت مدرسه ثانيه، another school، وقالوا الاسامي القديمه دي اسامي وحشه لان ليها معاني وحشه. لو جيت لواحد قلت له انت سانجوين، بالعربي انت دموي، ايه اول فكره تيجي في بالك؟ ان هو ايه؟ لايك كيلر، دموي، حب يقتل، ارهابي، بيقتل. لو جيت لواحد قلت له انت ميلانكوليك، انت عندك ميلانكولي، فممكن يسمع الكلمه يتهيأ ان هو مجنون او عاوز يكشف. فالكلام شويه ما كانش بيعجب الناس. فقالوا طيب بدل ما نسمي الاسامي الكلاسيك دي اللي هي سانجوين، كولاريك، ميلانكوليك، فليجماتيك، تعالوا نسمي الناس لايك كولرز، نقول لكل واحد انت لونك ايه، تون كولر، لون حياتك ايه. فقالوا هنخلي السانجوين ريد، هنقول عليه لونه احمر، وهنخلي الكولاريك لونه يلو، وهنخلي الميلانكوليك اسمه بلاك على لونه، وهنخلي الفليجماتيك لونه وايت. الدراسة دي قعدت شوية، وبعدين الناس ابتدت تقول الأسامي دي كمان يا جماعة مش عاجبانا، لأنك لو جيت لواحد مثلا قلت له أنت ريد، أنت أحمر، أنت أحمر، مش كل الناس هتقبلها. يعني إيه أنت أحمر؟ وفي مصر في واحد أحمر والتاني أحمر منه. نو؟ انه كلمة احمر في مصر مرتبطة باحمر واحمر من. طب واحد يلو، عارفين يلو يعني؟ كنت مرة بدي المحاضرة دي في واشنطن دي سي، وكنت بتكلم على يلو. يو نو انه ان يو اس اي وانس يو يعني يو تيل سام بادي يو ار يلو مينز تشيكن، لانه يلو از ذا كلر اوف ذا تشيكن اوف ذا سمول اوف كاتكوت. فايف يو تيل سام بادي انه يلو معناه انه هو ايه؟ تشيكن، يعني جبان، like the chicken. فبعد ما اديت المحاضره انا مش واخد بالي، العيال طلعوا الواد يقول يلو يلو يلو، بيشتموا بعض، يقول لنا يو ار بلاك كده، ابتدت نوع من الشتيمه، انه ما تقولش لواحد انت يلو، مش ممكن، فيك في زي كلتشر ما بيقبلوش الكلام. لو قلت لواحد انت بلاك، ايه رايكم في بلاك دي؟ انت بلاك يعني انت اسود من جوه، انت قلبك اسود، انت ضميرك اسود، ها؟ فمش الناس. لو قلت لواحد انت ابيض، عارفين ابيض يعني ايه؟ يعني افل، اشكرك، يعني ما بيفكرش ابيض، يعني انه بانس با، انه مخه لونه ابيض، لا كولور دو ها بلان، ما بيفكرش. فلو جيت لواحد بقى، تخيل اربعه قاعدين مع بعض بيحبوا بعض، اتنين مخطوبين مثلا، فواحد بيقول لها انا بحبك عشان انت يلو، فهي قالت له انا بحبك عشان انت ابيض. تخيلوا دي هتبقى نوع من الشتيمه. فما مشيتش القصه دي. في سنه تقريبا 88 عملت دراسه مع مجموعه من الزملاء والدكاتره،
فقررنا نختار new names. هي دي الأسامي اللي هنستخدمها النهاردة. أنا بس حبيت أقول التطور التاريخي. اخترنا أربع أسامي تانيين. أنا شوزيه كاترونو أربع أسامي تانيين. أربع أسامي دول هم اللي هنستخدمهم طول الوقت دلوقتي. هنقول إن البني آدم فينا بدل ما أقول ريت هقول سوسيال. سوشيال إيه رأيكم في اجتماعي دي؟ حلوة. هنقول على بني آدم اجتماعي يعني he likes people, he has a lot of friends, الناس بتحبه. يبقى أنا اخترت صفة إيجابية فيه. بدل ما أقول يلو هقول leader. لأن كلمة يلو اتنقلت بقى من chicken من يلو من جبان لقائد. تمام؟ بدل ما أقول له أنت black يعني أنت أسود أنت نيتك سودة واليومك أسود هقول له أنت perfectionist. عارفين يعني إيه perfectionist؟ يعني بيدور على إيه؟ على الكمال، بيدور على كل حاجة صح. الأخير اسمه كالم، اخترنا بدل وايت كالم. إيه رأيكم في كالم دي؟ حلوة هادي. لاحظتوا حاجة يا جماعة في الأربع أسامي دول؟ إنه كلهم بوزيتيف. بدل ما اختار ليكيد، بدل ما اختار كولور، اخترت كاركتير بوزيتيف. وبالتالي الأربع أسامي دول هم اللي لقوا قبول دلوقتي، ودول اللي بندرسهم. دي مجهود اجتهدناه عشان نوصل للأربع أسامي دول. إذا وإنت قاعد قدامي دلوقتي إنت واحد من أربعة. إنت يا إما سوسيال وعليك تركز قوي في المحاضرة عشان في آخر المحاضرة هتختار، يا إما ليدر إنت قائد، يا إما بيرفكشنست إنت باحث عن الكمال، يا إما إنت كالم يعني إنت هادي. لو لقيت نفسك مش في الأربعة استناني بره. هتطرقش تعبيك وهكذا. يعني في ناس هزت راسها انا متاكد وشايف عدد كبير مش بطل هز راسه يعني. فبالتالي على العموم انا مش هنام، انا قاعد. لو حد هكشف عليه قول لي. عاوز اقول ملحوظه صغيره. ممكن تبقى واحد او اكتر. الحمد لله الحمد لله. يعني ايه واحد او اكتر؟ يعني ممكن يبقى عندك دي كاركتير دو لا بروميير بيرسوناليتي لا سوسيال، وبعدين عندك دي زوتر كاركتير دي تروا زوتر بيرسوناليتي. يعني ممكن تبقى حاجه ماجور هنا والباقي اقل. فما فيش مال، لكن دايما يبقى عندك واحده دومينانت، واحده بيرسوناليتي دومينانت، واحده كبيره. فطول ما انت بتسمعي الاول هنتفق احنا مين الاول. نيميرو ا احنا ايه؟ احنا سوسيال ولا ليدر ولا بيرفكتشنست ولا كالب. وبعدين مفيش اي مانع انك عندك شويه ليدرشيب شويه بيرفكتشنست شويه كالمنس، وبعدين في الاخر نتيجه البوسيبيليتيز هتطلع بليونز. ده بقى اللي بيعمل الدنيا كلها. كل واحد فينا لايك ذا برينت فينجر، شخصيه متميزه. خلاص جاهزين؟ هنشتغل لكم في الاحمر دلوقتي. اول حاجه هنتكلم على الشخصيه الحمراء سوشيال بيرسوناليتي. وانت بتسمعني بقى خلي بالكم ان المحاضره كلها عباره عن استعراض للاربع انواع من الشخصيات. الكلام اللي بقوله لكم ده يا جماعه اتس ييرز اوف ستادي. يعني الكلام اللي بحكيه هنا في سلايد ده خد مننا سنوات دراسه مع فريق عمل عشان نوصل للكلام ده. احنا بنجمع ناس وبنجيب ناس وبنقعد مع ناس وعملنا كويستيونير وقصه طويله عريضه كبيره لغايه لما وصلنا للكرة. وعلى فكره كتير من الحاجات اللي بالترجمه دي ساعدوني فيها فريق عمل بيشتغل معايا في مصر يعني. فانا هتكلم شويه شويه خليكم معايا، وانت قاعد بتسمعني هتقول اهو. بس خلي بالك يا ريت وانت بتسمعني ما تقولش ده ابراهيم كده يسلوك دي أميرة كده. لا انت تقول انا عشان ما ايه واحنا متفقين طول ما احنا عايزين ايه ما تقعدش ترمي بلاويك على الناس. تقول انا كده عشان في الاخر انا عاوزك تعرف انت مين. مفيش مانع تقول وماما وبابا وتيتا، بس في الاخر يعني في الاول اختار ايه؟ اختار نفسك. نبتدي بالسوشيال بيرسونال. وعلى فكره المحاضره رقم 2 هعمل معاكم حاجه لطيفه، ان انا هقول لكم مين في الكتاب المقدس كان كده، مين في الكتاب المقدس كان سوشيال، بس مش هقول دلوقتي. هسيب المحاضره رقم 2
هتكلم على الشخصية السوشيال وهجيب أمثلة من الكتاب المقدس، وبعدين هيبقى فيه كمان جزء ازاي تعمل اميليوراسيون لشخصيتك، ازاي تطورها، ازاي تكتشف العيب وتطور. نبتدي الاول، احنا هدف المحاضرة دي كلها بعد ما نخلص كل واحد يبقى طالع يقول ايه، انا سوشيال، انا احمر، انا اصفر، لا باش احمر بقى، انا سوشيال، انا ليدر كده، ها، عشان بعد ما نتكلم المحاضرة التانية اقولك لما تبقى سوشيال هتعرف تشتغل كذا وكذا وكذا، وبلاش تشتغل كذا وكذا وكذا، ولما تيجي تتجوز تتجوز يا كذا يا كذا. لكن لو سوشيال اتجوز فور اكزامبل واحد هادي هيطلعوا عين بعض ويجولي في العيادة، لكن لو سوشيال اتجوز سوشيال هيعيشوا حلو مع بعض. حاجة اسمها كالر ماجيك. طبعا ده مش معناه ان على فكرة اي واحد يتجوز اي واحد، انا مش ضد كده، بس لما تبقى عارف مسبقا انت مين وهتتجوز مين تريحني بدل ما بتطلعوا عيني في العيادة، عشان يبقى كل واحد عارف هو. يلا واحدة واحدة. اول حاجة السوشيال بيرسوناليتي دي البوزيتيفز ودي النيجاتيفز، دي الصفات الإيجابية بتاعته ودي الصفات السلبية بتاعته. نبتدي اول حاجة، السوشيال بيرسوناليتي از دايناميك، دايناميك متحرك. السوشيال ما يعرفش يقعد في حتة. غالبا لو احنا في محاضرة زي دي الناس اللي اتحركت وطلعت من الباب، وانا بتكلم اغلبهم سوشيال، السوشيال ما يحبش يقعد على كرسي، يحبش يقعد طول الوقت يتحرك يعمل حاجه، هي از دوينج اول ذا تايم سمثينج، لازم يعمل حاجه، يعكرت لمؤاخذه في اي حاجه، يطلب ورق، يحط حاجات في جيبه، يحب دايما يعمل حاجات كتير، دايما دايناميك، ايديه، بقه، اكله، نظراته، صوته، دايما دايناميك، able to enjoy the moment، فرحان سعيد، هو سعيد، حياة سعيدة، جميل، دنيا جميلة. لو جه مؤتمر زي ده جميلة، رائع، بيت زرع جميل، رائع، روعة، حاجات حلوة، رائع، جميل، ايه ده كل حاجة. وبعدين عنده دايما الاكزاجيراسيون، يعني اللي هو فظيع، مريع، شنيع، كده يعني، اللي هو يعني كل حاجة عنده. يقول لك لما روحنا رحلة انبسطنا، ودايما عنده صفار، يقول لك وزعنا 1000 كتاب وخمس تلاف، وقلنا بتاع 5000 ترنيمة وسبعة تلاف وع، يعني دايما عنده الايه؟ ان هو يتكلم كتير ودايما سعيد. على فكرة السوشيال بيرسوناليتي ده الشخص اللي بيطلعوا عليه رحلة، يعني لما تحب تطلع رحلة لازم تسأل هو طالع ورحلة كلها ايه؟ تطلع سوشيال بيرسوناليتي. اوبتيمستيك يعني متفائل، دايما يبص للحاجه الايجابيه، اوبتيمستيك، عارفين اوبتيمستيك طبعا يعني متفائل، بص الحاجه الجميله، ما يشوفش الحاجات الوحشه بصعوبه يعني. لافلي، فريندلي، ده مهم قوي ده، لافلي فريندلي، يعني ده لو مشيت معاه تبقى تعيس جدا، اول ما ماشي اهلا اهلا، يقول تليفون الو اهلا حبيبي سكر قلبي نور عيني، اهلا اهلا اهلا، هم مش تليفونه بيرن، حبايبه كتير، لافلي. حد هنا سوشيال لغايه دلوقتي؟ هنا فراي، سوشيال، شكلي مش هكمل المطعم. حماسي، انرجايزد، انثوزياستيك، حماسي، هنطلع رحلة. مين هيطلع؟ ال 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 السوشيال. مين مش هيجي الرحلة؟ السوشيال. هو أول واحد يفكر وآخر واحد يلتزم. You get the point؟ يعني ده one of his biggest weak points، إن هو much promise، much promise، وما فيش will خالص، weak will. عشان كده خاف قوي من ال من السوشيال ده. على قد ما هو انرجايز وانثوسياستيك، لو ما خدش باله من الكاركتر ده الناس كلها تزعل منه، لان هو ما عندوش حاجه اسمها ديديكيشن، ما عندوش حاجه اسمها كوميتمنت. خلي بالك لو انا مثلا عندي في المستشفى واحد سوشيال بديله ديوتي، ابقى عارف كويس قوي ان لازم ابقى على دماغه طول الوقت، تليفونات، ما جاش، عندنا رحله، ما جاش، انا عارف ان هو ما بيعرفش يلتزم بمواعيده، ده عيب من عيوبه. energized enthusiastic attractive personality good storytellers، احسن واحد يحكي حكاوي السوشيال.
لدرجة انه من كتر ما بيحكي حكاوي احكي له انت الحكاية وسيبه هو يقولها لك، تحس ان الموضوع تاني خالص. يعني انا هتكلم بعد شوية عن الليدر. لو الليدر متجوز فمراته قالت له عملت ايه النهاردة؟ انا بنتي ليدر، بنتي ليدر حلوة بس ليدر. فبقول لها عملت ايه في المدرسة؟ تقول لي رحت ورجعت. زي كل يوم. يعني انت هتوجع دماغي ليه؟ زي كل يوم. تمام؟ ابني سوشيال فيحكي لي من اول ما صحيت. صحيت من النوم. يا النوم يعني اصحيت، ما هو بيحكي لي من اول يوم. وغسلت وشي يا، وركبت الاوتوبيس وسلمت على ولعبنا ورحت. الحياه عنده ايه؟ ايزي جميله، انجوينج لايف. فيحكي وركبت وتصور وقعدني ووقفني والحوش وكينا وحاجة. إنما الليدر رحت ورجعت. طب أنا عاوز الليدر يبقى سوشيال، يعمل إيه؟ أقول له قولي الديتيلز لأخوكي وأخوه يحكي وأخوها يحكي، فأفهمها بقى كلها، يحكيها بقى بكل الحماس ده. ماتش جوكس. لو السوشيال قال نكتة أنت هتضحك مش على النكتة، على طريقته وهو بيقول النكت. هو ابتدى يضحك بقى من ضحكه وأداءه. الليدر لو قال نكتة تبقى تكره نفسك. ليه؟ الليدر هو الناس بتضحك لأنه ليدر. عارفين الرئيس لما يقول نكتة؟ رئيس الجمهورية لما يقول نكتة لازم الناس تضحك. تضحك ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه الرئيس. فهو يقول نكتة بعد يلاقي الناس ما ضحكتش يروح عامل ها ها، فكل الناس ايه؟ تضحك علشان هو ايه؟ الرئيس. انما ده السوشيال ده يا لو قال نكتة انت بتضحك من اداء وشه وتعبيراته وصوته، مقبل على الحياة. فتبقى ده بتاع الرحلة، ده بتاع سنسيت ايموشنال، ده بتاع المشاعر. ده بقولنا ده بتاع ازيك واحضان، دايما هو كل حاجة عنده مشاعر وسبقان. طيب نيجي لعيوبه بقى. عيوب اول حاجة انه no concentration، مش مركز من كتر اصحابه ومن كتر مشغولياته. يسموه like flea. عارفين الflea؟ البرغوتة نطط. زي ما قلتلكم لو معانا واحد سوشيال هو السريع التنقل من فكرة لفكرة. وزي ما قلنا من شويه ما عندوش بروميس. مين هيطلع الرحله؟ هو عشان كده لو مثلا نفترض النهارده ابونا قال يا جماعه احنا طالعين رحله، مين هيطلع؟ السوشيال. زي ما قلت لكم مين مش هيجي؟ السوشيال. خاف قوي منه، مش هيجي. فاول ما هو بس يحمس الناس يزقهم الزقه الاولى هو ما يجيش، ودايما عنده اعذار. ايه الريسبونسبل؟ اوعى تديله مواعيد. السوشيال لو ميعاده الساعه 8 بالليل يجي كام؟ 9:30 10 ما يجيش. لو في رحله الصبح وطالعين الريد بيرسوناليتي ده او السوشيال يجي الساعه كام؟ الرحله الساعه 7. هو احنا بنصحيه 7، هو لسه بيصحى 7 وبيضحك. بس الناس بتحبه، ما تزعلش منه. ليه؟ عشان سوشيال، عشان هو اللي مخلي للرحله طعم، مديها طعم جميل، فالناس كلها مبسوطه منه. فخلي بالك يعني. ايه مهم قوي دي يا جماعه؟ ان هو speaks about himself. لو السوشيال قاعد في مكان يحب ياخد القعده كلها لحسابه، يحب يتكلم كتير، يحبش حد ابدا ياخد منه القعده، دايما يحب. عارفين السوشيال قصته ايه؟ هو قصته كلها انه people task. عنده task اسمه people، الناس. اول ما يلاقي ناس الحماس يطلع، يضحك الناس، يشد انظار الناس، يحب مديح الناس. ده السوشيال، ده نقطة ضعف. سيلفش. easily angered. لو غضب بس ما تخافش منه. يسموه like white anger. عارفين يزعق 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 يزعق، تخافش تسيبه. هو ايه؟ ينزل بالراحة خالص. وبعد ما يزعق لك انا اسف انا سوري انا اسف زعلتك؟ لا ولا حاجة، علمني بس. يزعق زعق 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 وعلى وعلى وعلى، سيبه خالص ما تكلموش. بعد ما يخلص كل الزعيق ما تخافش. يسموه وايت انجر، الغضب الابيض، مش مؤذي. القائد اللي هتكلم عليه بعد شويه هو ما يزعقش، هو يرقد ويديك الغضب بتاعه في وقت معين. فيري باورفول، غير الريد بيرسوناليتي. انديسيبليند.
تعرف السوشيال من اوضته، من مكتبه، من شنطة هدومه. انا عاوز اتفرج على السوشيال ده وهو بيوضب شنطة السفر. البرفكشنست اتفرج على شنطة السفر؟ لا، شنطة السفر فرجة، كل حاجة في حتة، حاجات اللي زي بعض في الشنطة والورق جنب بعض، مش كده؟ الاجتماعي يعمل ايه؟ ادلو وقفل. طب ولما يحب يطلع حاجة يروح مادي ايده سالتها يطلع كده، صح؟ ما عندوش نظام. طب ولما رجع وطول النهار الاجتماعي بيدور على حاجة، انا سايب الورقة دي هنا فين؟ انا كنت حاطط دي هنا فين؟ غير منظم. تعرفوا من مكتبه، من اوضته، من سريره. البحث عن الكمال، البحث عن الكمال هو البرفكشنست. انا عندي واحد في العياده بحث عن الكمال، لو روح البيت لقى شبشب، مش بحز الشبشب يعني، شبشبين كده، يتخانق مع مراته. شبشبين لازم جنب بعض بالظبط. الدرج فيري اورجنايز، الورق جنب الورق، الورق الاصفر جنب الورق الاصفر، مش هو ما فيش كده، الاقلام جنب بعضها، الشوكه، الهدوم، يسموه بالانجلش نيت، يعني مهندم، كل حاجه مظبوطه، ياخد باله من كل حاجه. لكن ده مش خلاص. قبل ما اختم الحته دي، مين لغايه دلوقتي لقى نفسه سوشيال؟ فوق. بصوا حواليكوا يا جماعه. لا، ثانيه واحده، خليكم رافعين ايديكم. هتلاحظوا انه كتير المجتمع غني بالسوشيال، انتوا كتير سوشيال، في كتير سوشيال. لسه لما هكمل شويه هتلاقوا ان العدد لسه هيتحسن يعني. سوشيال طبعا لما هتكلم بعد شويه هتلاقي ممكن واحد يكون ما رفعش ايده لسبب. هقول لكم ليه في ناس حد عارف ليه في ناس ما رفعتش ايديها؟ مستني. برافو عليك، جايز تطلعي في حته تانية يعني. برافو عليك. سوشيال بيرسوناليتي. نخش بقى على البيرسوناليتي رقم 2 اللي هي الليدر، اليلو اللي كنا زمان بنسميها تشيكن طلعت دي ليدر، دي القاده، الليدرز اوف ذا دول القاده بتوع الدنيا، بتوع الكنائس والحروب والبلاد والسياسه، ليدرز. ده مولود ليدر، هو اتولد ليدر، عنده القدره انه يشوف بعيد، عنده تارجتس، عنده جولز، والناس كلها تمشي وراه. اول ما يتحط في حته هو يتكلم، الناس كلها تحب تمشي وراه، هو كده باي نيتشر، از بورن لايك ذات، بيلت ان، باي ديفولت يسموه كده. اوكي. واحد سترونج ويل، اراده. بصوا يا جماعه احنا طالعين رحله، لو انا سوشيال بيرسوناليتي فبقول لكم احنا طالعين رحله، تحبوا تروحوا فين؟ انا هتكلم بلغه مصر، هتكلم بلغه مصر، فهتحبوا تروحوا فين؟ فهقول لهم يا جماعه احنا النهارده طالعين رحله لماريمينا، دير ماريمينا. فالناس تقول يا جماعه احنا رحنا ماريمينا زمان كتير، فالسوشيال انتوا بتحبوا تروحوا فين؟ هو عاوز يسعد الناس، احنا عاوزين نروح دير الانبابشوي. يقول لهم خلاص يا جماعه حاضر نروح دير الانبابشوي ان شاء الله، يغير رايه على طول. الليدر هنروح دير ماريمينا، واحد يقول احنا رحنا كتير، هنروحها تاني مش حاجه. احنا رحناها 4 مرات، هي بتبقى الخمسه ثابته. يعني هو ناوي على ايه؟ دير ماريمينا. فمجموعه ورا تقول له بس ما فيش اتوبيسات بتودي، هنجيب اتوبيسات. هو ناوي ايه؟ هو خلاص الموضوع هنا كبر، دير ماريمينا يبقى دير ماريمينا. فاهمين طريقته؟ الباحث عن الكمال اللي هو بعد كده تحبوا تقول احنا يا جماعه هنروح دير ماريمينا، فالناس تقول له احنا رحنا ماريمينا كده، يا يعني انا زعلتكم قوي كده؟ طب بلاش، طب ممكن حد تاني يتفضل يمسك بقى اللي بدال، عشان انا حساس بقى. ده يزعل بسرعه، بيروح ايه؟ قاعد حساس، اللي هو الثالث اللي هو البلاك. لو الكرم هنروح دير ماريمينا يا جماعه، فالناس تقول له بس احنا رحنا دير ماريمينا، فما يردش، هو هادي. انتوا ايه؟ رحنا دير ماريمينا قبل كده؟ هو هيفكر رحنا دير ماريمينا.
طيب نأجل الموضوع لغاية لما يعني ده هادي كل الرياكشنز بتاعته تقدر تعرفه ببساطة جدا من حركة واحدة. طيب الباحث عن الكمال السوشيال سوري لو دخل قاعة زي كده روعة روعة رائعة رائعة هايلة رائعة جميلة جميلة مش قادر أقول لكم ده القائد دقيقة شوية كراسي لو اتنظمت شوية كده بحيث إن العدد يبقى أكبر فيبقوا جنب بعض. البحث عن الكمال البتاعة دي مش بس لو في شوية وساخة على الحيط لو هو ما خدش باله من كل حاجة يضايقوا قوي الحاجات اللي ايه الديتيلز الصغيرة تضايقوا قوي الحاجات السودة دي والبتاعة دي لو نزلت هتريحوا خالص وفي فتحة هناك اهي بتعمل يعني اول ما يخش يبص لايه الدفوع على طول يشوف الدفوع الباحث عن الكمال عينه تروح على الدفوع زي ما في القاعة زي ما في الناس زي ما في الشنطة زي ما في الورق. الباحث عن الكمال لو بيكتب وحاجة طلعت غلط في السطر يجيب كوريكتور ويمسح وبعدين يحط فالكوريكتور لما تكتب على الكوريكتور بالقلم يطلع اللون مختلف روح مقطع الصفحه وابتدي من الاول تاني. الباحث عن القائد هو يهمه يعمل ايه يخلص فممكن شخبط بخط وحش ما عندوش مشكله. الاجتماعي بقى يلاقي الخط مايل وطالع يشرب ونازل يعني فاهمين ازاي. فالسوشيال حاجه غير القائد ليدر كلير فيجن براكتيكال عملي. القائد لما يجي ياخد قرار عنده النو هاو تو دو ات ان ذا سمبلست اند موست براكتيكال واي فيري سمبل واضح الناس كلها تحب تبقى دايما وراه. القائد ده لما يتحط في حته مرات من كتر ما هو قائد حتى يغطي على القائد اللي موجود لانه يقول الكلمه هو عارف بيعمل ايه. براكتيكال جود مانجمنت ستايل يعرف يعمل مانجمنت اديله ناس واديله مشروع وسيبه ينجحه. عشان كده بالمناسبه في البيج فاكتوريز في البيج يعني بروجكتس يدوروا على ده الشخص ده لما بيلاقوه يبنوا عليه شركه. يعني في ناس معروفه باي نيمز دول الميجور بوليتيشنز اللي في الدنيا لان هم دول بيسموهم يا جماعه بيسموهم تاسك اورينتد. السوشيال يسموه يا جماعه هدف بيبل اورينتد ده بيبل ده تاسك المهم الهدف هنوصل الهدف وهندوس على كل الاوبستكلز لما نحل الهدف. تعالوا نتفرج على السوشيال في رحله هنطلع رحله الساعه 7 الصبح احنا واقفين جنب اتوبيس الرحله. السوشيال جاي كام قلنا 9 اتاخر خالص ومعاه الشنطه بتاعه شله اهلا حبيبي اهلا اهلا هو داخل 9 مش باله 9 هو المهم ان الناس رحلة جميل يوم جميل شمس مفيش شمس جميل. القائد واقف جنب الاوتوبيس نفخت العجل عدد الاوتوبيس قد عدد الحضور ودايما بيفكر طالعين امتى وراجعين امتى جبتوا بطاطين كفايه كل واحد جاب شنطته عدد كده. الباحث عن الكمال اللي هو الاسود ده حساس فجاي 7 لـ5 واقف بهدوء كده خالص هو انا كرسي نمره كام حضرتك؟ فيقولوا له هات كرسي 4 اطلع ولا انزل؟ لا طب لما الناس تجي طب ممكن بعد اذن حضرتك اطلع. هو دايما بيستاذن وحساس وما بيحبش يجرح حد فيطلع فوق جوه في الاتوبيس فلاقي واحد قاعد على الكرسي يروح نازل تاني هو حضرتك في واحد قاعد على الكرسي هو قلت لي كرسي 4 ولا 5؟ 4. طب حاجة ممكن تقول له ينزل عشان يعني حسيت ما حسيت كل حاجة يسأل فيها كل حاجة قلقان عليها والدنيا سودة في عينيه. لو قلت له رحلة يقول لك بس هتبقى برد وهنحتاج بطاطين والسكة طويلة ويمكن نتضايق ويمكن ما اروحش الرحلة. الباحث الاجتماعي رحلة جميلة وطالع مش مهم بطاطين نشتري من هناك سراير اجيب كله جميل. القائد بينظم بيفكر كم بطانيه في كم. الهادي تلاقي الهادي ده واقف جنب الاتوبيس مراقب احنا قلنا الاجتماعي يخش الاوضه دي رائعه الباحث عن الكمال اللي شايف العيوب القائد. الهادي لما يخش دايما هي از واتشر يسموه واتشر لايك واتش دايما هو ايه
دخل القاعة فبص وقعد فترة يلف وقال تعليق ملوش أي لازمة، ما تفهمش هو مبسوط ولا متضايق ولا هيرجع، ما تفهمش هو عاوز إيه. فيبص وبعدين يقول إيه كلمة، تعرفين الكلام اللي هو ميدوي ماشي ايه ما يعني ماشي يعني ماشي ولا لا يعني اقعد ولا ايه، مش بطال شغال يجي منه مش وحش، حاجات تعرف التعبيرات اللي هي ايه تبقى ميد واي ما انتش عارف ده من ده يعني. سوري الليدر ديكتاتور طبعا طبعا، ده بتاع دير مريمينا، ده بتاع دير مريمينا، رايحين دير مريمينا رحنا قبل كده هنروحوا تاني. طب ما هو بعيد، البعيد يقرب. اتوبيسات مفيش، لا يا جماعه الاتوبيسات جهزناها وخلصناها احنا طالعين. طب العدد قليل هنجيب اتوبيس اصغر وحتى لو قليل ندفع الفرق. هو ناوي على دير مريمينا، مفيش كومبرومايز، ده عيب. هارش ممكن يزعل الناس لان هو زي ما قلنا تاسك اورينتد، المهم عنده how to accomplish task مش how to satisfy people. طبعا اسال سؤال، هو مين اللي صح التاسك اورينتد ولا البيبل اورينتد؟ ايوه ميدوي. امتى اقدر اعمل بيبل اورينتيشن with the same in the same time I don't disturb my task، يعني اعمل التاسك من غير ما ازعل الناس، ده احسن. بالمناسبه هو المسيح كان بيبل اورينتد ولا تاسك اورينتد؟ الاثنين. عنده تاسك هيعمله بس في نفس الوقت مش هيدوس على الناس. اقرب مثل للقصه دي قصه الصليب، قصه الصليب في يوحنا 18. التاسك ايه؟ الهدف ايه؟ الصليب. فهو رايح الصليب، بطرس طلع سيف قطع ود عبد رئيس الكهنه، ده بيبل والهدف الصليب. طيب نسي ده عبد رئيس الكهنه، ايه عبد رئيس كهنه ملوش لازمه، لكن المسيح يعمل ايه؟ يقف يشفي ودنه ويطمن انه بخير وبعدين يروح لايه؟ للصليب. تاسك ويز بيبل، ده المسيح اللي هو في كمال الشخصيه. لكن انا نفترض ان انا رايح رحله مثلا يعني، وانا نازل من باب الشقه او من باب البيت بتاعي، في بيني وبين اخويا زعل، ممكن واحد فينا يقول ايه لما برجع من الرحله ابقى اصالحه، ده اسمه تاسك اورينت. لكن في واحد يقول هصالحه وهروح الرحله، واحد يقول هصالحه ومش طالع، ده بيبل والرحله تبوظ والناس تزعل. لا لا كده ولا كده، حاجه ايه بين الاثنين. ده اندبندنت طبعا، ده نوت ا تيم بلاير. الليدر دايما لما بيلعب العاب لازم يبقى يا حكم يا قائد يا راس حربه، لكن يلعب تنس بينج بونج سكواش حاجات ايه فرديه، لو لعب كوره لازم يبقى ايه ليدر، هو اللي بيحرك الفريق، لازم يبقى الكابتن، ما يرتاحش غير لو بقى كابتن. لغايه دلوقتي كام واحد في القاعه ليدر؟ كام واحد ليدر؟ ارفع ايدك ما تخافيش. ليدر اثنين، بصوا حواليكم يا جماعه ثانيه واحده، لا ارفعوا ايديكم ما تخافوش، هتلاحظوا ان عدد الليدرز قليل. تاني معلش استاذنكم ايدين فوق، بصوا حواليكم عدد الليدرز قليل. سوشيال تاني يا جماعه اللي كانوا سوشيال ارفعوا ايديكم، كتير اكتر دايما الليدرز قليل، دايما الليدرز قليل. الباحث عن الكمال perfectionist حساس قوي very sensitive حساس جدا عنده المشاعر بالبلس والماينس، يعني لما بيفرح ويزعل الاثنين مع بعض حساس قوي 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 very sensitive. دول اللي هم الارتستس، البيانيست اللي بيعملوا بوام، الناس اللي هم عندهم فن، دول الحساسين قوي اللي هو تلاقيه دايما في عالم الخيال وعنده مشاعر دايما جواه ملتهبه. يعني اسمهم ايه يا جماعه؟ اسمهم سنستيف. دول اللي بيسموهم الارت، عندهم التيست اوف ارتس اهي موجوده.
بيسموهم analytical. analytical يعني ايه analytical؟ بيسموهم بالانجلش حاجة مميزة اسمهم onion peelers. عارفين البصل؟ يقعد يشيل في البصل يشيل في البصل يشيل في لغاية لما يقعد يعيط. ايه الonion peelers؟ اللي هو يمسك اي موضوع يقعد ايه؟ جوه نفسه، يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما قلت، قلت له وزعل، زعل وقلت له، قلت له وزعل، زعل وقلت له، آخر النهار يبقى هو إيه؟ بكى 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 وزعل جدا لأنه حصل إيه؟ جرح بني آدم، فاهمين؟ حساس. يعيد التفكير في الموضوع أكتر من مرة. Taste of Arts. ده عنده تذوق الفن وده دموعه قريبة جدا. وعلى فكرة الشخص ده من الناس اللي تثق فيها جدا ومسؤولة جدا، يحترم الإمداد بتاع 7 الصبح. ده 7 يبقى 7 إلى 5. لا واحد صديقي معاد 7 إلى 5 على الباب. ألف 7 إلى دقيقة يقرب 7 يقف يرن الجرس أفتح الباب يقولي سوري أول حاجة سوري أنا عارف مش صباحي سوري أنا جيت متأخر. يعني هو خايف ليكون صحتك من النوم ازعاج لازم 500 عوز ازعاجتك. طب امشي واجي تاني يا ابني في ايه اتفضل. يعني الموضوع مش مستاهل كل ما هو كده حساس. مره كان في واحده دكتوره زميلتي كانت من النوع ده بيرفكشنست اوريجينال. في بيرفكشنست شاينيز مضروب في السوق بس ده نوع. انما دي كانت بيرفكشنست جابانيز يعني اوريجينال جيرمان ميد. دي كانت زميلتي في الكليه واحنا اتنين واحنا كنا في اول ما اتخرجنا احنا الاثنين. فكنا لسه مترقيين مدرسين واخدين الدكتوراه. فعميد الكليه بعت لنا انفيتيشن قال لنا هتروحوا الاوبرا. فجت لي انفيتيشن انا في العياده انفيتيشن محترمه كده هنروح الاوبرا كل المدرسين الجداد هنحتفل في الاوبرا. رحنا الاوبرا بدله بقى وكرافته وبتاع وهي معايا. فدخلنا الاوبرا وقعدنا وهي جنبي. فريق طلع جاي من اندونيسيا بيقدموا حاجة على الأوبرا اسمها ملحمة راميانا الكبرى. مش عارف ايه راميانا الكبرى بس دي زي شو بيعملوا. ناس لابسين بقى اللي هم بتوع الايزيان دول لابسين حاجات ملونة وبتاعهم طالعين وقفوا على المسرح طلعوا يعملوا كده. ده الشو يعني. بعدين بيديهم الاثنين انا سايب عيادتي وقفت يعني فاهم وقاعد في المسرح عشان يسحب الوجه. اللي بعده بقى لقيت بقى الفريق كله مع بعض طلعوا 4 تاني من ورا ربع ساعه بيعملوا كده. انا خلاص اتخنقت عاوز امشي عايز اروح. ايه دي فين يعني هو غالبا ده بقى هم جم مره واحده في مصر وغالبا ما جوش تاني. الاوبرا ما كانش فيها غير احنا اللي هم اللي ورا دول اللي قاعدين احنا بس اللي قاعدين. فعمالين يعملوا كده اللي جنبي بقى انا بص لقيت عمال اتعيط. اتأثر مش فاهم اتأثر ليه ايه سر البكاء الرهيب اللي هي فيه. طب ولا ماها في حاجه ما قالت لي يا حرام سايبين بيتهم وبلادهم وجايين يعملوا كده. فاهمين ايه يعني اتأثرت سايبين بلادهم وعماله تعيط. مها الناس دول انت في ايه وانا فين عايز اروح يا مها لازم في العياده والناس وعماله وتطلع في مناديل يا حرام وتعيط وتسعسح على الناس اللي بيعملوا كده. دي اسمها ايه؟ دي بيرفكشنست. هي في وادي هي عالم الفن والابداع وحساس عباره عليها الناس. خدت الموضوع من حته بيرسونال ان الناس دي جابت المفروض نقعد نسمعهم لغايه بقى انا هقعد اسمع دي لمده نص انا طب ما اروح بيتنا لو مراتي نقعد نعمل كده وخلاص. ايه الهدى يعني ايه سايب بيتي ولابس ورايح عشان كده بنعملها في بيتنا وخلاص اجيب عيالي ونقعد على ترابيزه السفره وخلاص. مش محتاجه اوبرا يعني. بيرفكشنست. طيب دول يا جماعه السول سيرشنج بيدوروا جواهم كتير قوي. سول سيرشنج دور جوا نفسه كتير قوي زي ما قلنا الاونيون بيلرز يحلل الفكره مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. بيسيميست متشائم ده الاوضه الوساخه البتاعه دي اللي على الحيطه دايما يشوف العيوب. ولما يقعد مع واحد اول حاجه يقولها ايه؟ العيوب.
شعرها فيها كذا، جسمها كذا، هدوم كذا، المشية كذا، ياخد باله من العيوب. عشان كده الناس بتزعل منه، اصحابه قليلين قوي دول، ولانه متقلب المزاج ومتشائم اصحابه قليلين خالص، واللي يقرب منه يخاف منه. ليه؟ لانه دايما حزين، محدش بيحب واحد حزين. عشان كده الشخص ده بيخش في مور اند مور ديبرشن، لانه الناس حواليه قليله. كريتيكال، كريتيكال مهمه قوي دي. ران اواي فروم رياليتي، احلام اليقظه، دايما يفكر، عنده دريمز، داي دريمز، فكر دايما، لانه مش لاقي السعاده في الدنيا فهو حالم يعني. ريفنجفول، خد بالك من زعل. احنا قلنا الاحمر لما بيزعل يزعل 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 يوصل لايك بيك ويحصل له سادن دروب، اتس ا وايت انجل. الليدر اللي هو اللي قبل ده، قلنا الليدر ده لما بيغضب اتس ا ديسيجن ميكينج، يعني ممكن يغضب يسكت، تاني يوم قرار رفض لو مدير وزود ديسكشن. البرفكشنست لما يزعل ما يبينش زعله، بس لو جيت في مره شكته وعنده استعداد يتكلم يجيبهم لك بالترتيب، يقول لك فاكر سنه 1990 لما كنا صغيرين وبنلعب في المدرسه وخدت قطمه بس يجيبها لك ايه سيرس، ما ينساش ابدا الايه الزعل ده، غضبه زمان. انتروفيرت، مين في القاعه بيرفكشنست؟ ارفع ايدك ما تخافش، ارفع ايدك. 2 3 بيرفكشنست ورا، بيرفكشنست، برافو. انا لسه هسال سؤالك، فاضل لنا واحده بس وهبقى خلصت المحاضره. الكالم بيرسونيت، الهادي. البرفكشنست كان ايه؟ كان سنسيتيف، كان حساس، هطلع بقى ده هادي، هادي جدا جدا جدا، لدرجه ان هو قالوا عليه لايك سنو، الميلتنج بوينت بتاعته نل، ما ات داز نوت ميلت، از لايك ذا سنو. فهو هادي، سموه كول، كال. هو الكالمنس ده مديله صفات جميلة، ان هو كوف، كومبتنت، دوينج ايفريثينج جود، هو اورجانيز، ليت اورجانيزيه، يعمل كل حاجة مظبوطة، انه بطيء، بيفكر كويس. لو بيحل امتحان تلاقي خطه ترين، يعني يعني خط نيت، يسموه نيت، جميل ومنظم، بيكتب بشويش، كل كلمة تاخد مساحة. مخلص، فول اوف جوي، ده بقى اللي هو يضحك وما يضحكك وما يضحكش، عارفين النوع ده؟ اللي هو تضحك عشان هو ايه؟ عنده كونتراست، ضحك الناس قوي وهو ايه؟ ما يضحكش. لو يقول النكته وما يضحكش، فانت بتضحك على الايه؟ الفرق بين هو وقور قوي بس يقول الضحكه مش ضاق، فتضحك، تخيل ان هو ضحك او ما يضحكش، فتروح تضحك اكتر. فده اللي بيسموه في اللغه، بيسموه ساركاستيك، اللي هو ساخر، وده بيخليه كمان سهل جدا يسخر من الناس. جود ليسنر، جود ليسنر، بيسمع كويس قوي مع فاضي بقى والدنيا هوا. كان عندي استاذي الله يرحمه، كان اسمه دكتور ماهر فؤاد، الله يرحمه بقى، يمكن دكتور امير يفتكره، كان اسمه دكتور ماهر فؤاد، تفتكر ماهر يوسف، سوري، فاكر ماهر يوسف؟ كان بيدينا بط، انا اعرفه كويس، دكتور ماهر يوسف الله يرحمه، مات، كان بيصطاد بط ومات الله يرحمه. طلع يصطاد ومات، صحيح، كان مدرس ممتاز بالظبط بالظبط. ماهي يوسف كان كده، لو حضرتك تعرفه ان بيرسون كان كار. هو انت عامل غلط. ده كان فيري كار، ده كان اشتغل كان انا اشتغلت معاه نايم، هو كالم جدا، هادي جدا. دكتور ماهر ده كان يعني بالصدفه احنا كنا نحب نتفرج عليه وهو طالع، منظم في كل حاجه. يطلع احنا من هو الناس كلها بتطلع السلم، لا هو لما يطلع السلم له نظام يقيس المسافه بين الترابزين والحيطه، يطلع في النص، بدله شيك، يقلع البدله، واحد يقلعه البدله، مش اي واحد يقلع. احنا بنقلع الجاكيت، طلع في واحد مخصوص يقلعه الجاكيت في المعنى، خد الجاكيت ويقعد هادي، يحط البايب، يحط يتامل كده في الدنيا. المهم القصه اللي عاوز احكيها، فاكر في مره كان بيشتغل في المركز القومي للبحوث، مره حصلت حادثه قدام اللي هو هادي، الرياكشنز هادي، ففي قدام المركز القومي للبحوث كان في زي حادثه ضخمه حصلت، فاحنا بنكشف وسمعنا لايك كراش وازاز اتكسر وعربيات وناس صوتت، فكلنا طبعا جرينا نتفرج من الشباك اللي بيحصل.
دكتور ماهر في منتهى الهدوء اللي في الدنيا قاعد بيكمل الكشف ولا في اي رياكشن، هادي مبتذل. ف انتوا رحتوا فين يا جماعه؟ ما انا معاك في ثلاث عربيات اتكسرت واثنين ماتوا واربعه اتعوروا. طب مش حد يجيب لي جهاز الضغط برضو يا جماعه؟ فروحنا جبنا له جهاز الضغط عشان يقيس الايه الضغط. فقاس الضغط قلتوا لي فيه ايه؟ قلنا له في سبعه اتخبطوا وثمانيه ماتوا واربعه اسرى وخمسه جرحى وخمس عربيات وبوليس جه. طب مش نكتب برضو الضغط كام على كام؟ فكتبنا الضغط كام على كام. المهم بعد سلسله من التساؤلات وهو بيخلص معايا، فقام معانا لغايه الشباك عشان يشوف الحادثه اللي احنا قلنا له عليه من نص ساعه. فوقف على الشباك بص حادثه ضخمه. كل ماهر بمنتهى الهدوء رفع النضاره وبص من فوق ونزل النضاره وبص لنا وقال بس.